ده ايه بقى الحوار ده؟ برميل ده؟ ده برميل؟ العب العب الشواية عاملينها جوه البرميل، الريحة يا جدعان فخفخينة. في بقى عربية برجر، وانتوا عارفين بقى مودة عربيات البرجر اللي في كل مكان اليومين دول، بس الراجل ده لسه بيقول يا هادي، وناس كتير كلمتنا انه الموضوع لطيف وحلو. تحت الكوبري اللي هو كوبري بتاع سرايا القبة ده، في مكان بتاع برجر اسمه عمو سيد، عامل عظمة هناك يا جدعان. تعالوا بقى نروح ندوق البرجر ونشوف ايه الكلام، وحاجة في الخفيف كده عشان احنا ايه بقى لنا فترة ما رحناش في الاتجاه ده. تعالوا كله عند عمو سيد، وما تنسوش كلمة السر تقولوا شوحها لغاية يوم 18/5. اي سندوتشين هتاخدوه ما تاخدوا السندوتش التالت عليهم فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد الشامي يحدثكم ويحييكم. المرة دي بقى منين؟ من سرايا القبة. في بقى عربية برجر، وانتوا عارفين بقى مودة عربيات البرجر اللي في كل مكان اليومين دول، وانا بصراحة موقف بقى لي فترة، بس الراجل ده لسه بيقول يا هادي، وناس كتير كلمتنا انه الموضوع لطيف وحلو، وانا بقى لي فترة ما جيتش المنطقة اللي هي بقى جنب قصر الطهرة، الحتة اللي هي بتاعت سرايا القبة وبتاع. تحت الكوبري اللي هو كوبري بتاع سرايا القبة ده، عارفينه، في مكان بتاع برجر اسمه عمو سيد، عامل عظمة هناك يا جدعان. تعالوا بقى نروح ندوق البرجر ونشوف ايه الكلام، وحاجة في الخفيف كده عشان احنا ايه بقى لنا فترة ما رحناش في الاتجاه ده، فحاجة فنفنة كده واحنا داخلين على الحر بقى. كل سنة وانتم طيبين، ولو ان الجو تلج ومش عارف ايه الموضوع. هيا بنا الى عمو سيد في سرايا القبة. ادي كده قصر الطهر على الشمال، وادي كده الكوبري، وادي عمو سيد. عجبني الاسم عمو سيد، كانوا سموه عم سيد، ممكن يبقى احلى برضو يعني ايه. طبعا احنا وصلنا يا جماعه تحت الكوبري، تحت كوبري سرايا القبه، عند اليافطر بتقول لك ميدان روكسي وابن سندر على طول كده اهوت، هتلاقوا ايه عمو سيد. احنا كده وصلنا، واخد نص كده الجو والمكان شكله. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك يا باشا، عامل ايه يا زلمه؟ ايه اخبارك؟ كله تمام؟ الحمد لله. انا قلت انت عمو سيد عمو سيد فين انت؟ لا عمو سيد اهو، اتفضل. عمو سيد، طب خد سلام عليه الاول وبعد كده. السلام عليكم. الله يبارك. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ زي ما انت والله، زي ما انت. ايه اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازي الصحه؟ الحمد لله، منور الدنيا. تمام والله بارك. انا مبسوط قوي عشان صورتك موجوده على المكان، يعني ربنا يطرح في المكان البركه. يا رب يا رب. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يخليك. صح حضرتك، طيب انت طيب. ربنا يبارك. احنا مش هنتعبك بقى، ونكمل مع استاذ محمد بقى. ماشي يا باشا، استريح استريح. ازيك يا كبير، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام والله. اول حاجه بس عايز اعرف احنا فين بالظبط، الناس توصل ازاي؟ القبه، ميدان قصر الطهره، تحت كوبري الطهره بالظبط. احنا كده تحت كوبري الطهره بالظبط. يعني ده مش كوبري سرايا القبه، سرايا القبه او كوبري الطهره، الاثنين واحد. الاثنين واحد. قدام حضرتك المنتزه، قدام المنتزه بتاعت قصر الطهره، مع سور المترو بالظبط. احنا كده اللي في ظهرك، اللي في ظهرك ده سور المترو. انتوا بتوصلوا بقى؟ بنوصل في اي مكان ان شاء الله. وفاتحين من الساعه كام للساعه كام؟ احنا بنفتح من الساعه 1 لغايه الساعه 3. 1 الظهر؟ 1 الظهر لغايه الساعه 3. 3 الصبح. يا باشا ربنا يكرمكم بقى، احكي لي ايه الموضوع بقى. والله هو الموضوع بكل بساطه، يعني دي هي فكره اخواتي الصغيرين طبعا. تمام ما شاء الله. انا عندي عمر ومعاذ ومصعب، ما شاء الله هم بيحبوا الاكل، وكانوا شغالين، معاذ ومصعب كانوا شغالين في مجال الاكل ومجال دون، ما شاء الله. فيعني هم حبوا يعملوا حاجه لنفسهم ومساعده بعضينا، يعني انا وهم، انا واخواتي واولاد اخت، ما عندناش حد غريب الحمد لله. احنا اللي شغالين، انتوا اصلا اللي شغالين انت واخواتك بايديكوا، يعني اللحمه بنجيبها احنا، اللي بنفرم، واحنا اللي بنتبل، واحنا اللي بنكبس، بنعمل كل حاجه هنا ما شاء الله. بنشتغل كل حاجه بلدي، الفراخ بلدي، اللحمه بلدي، كل حاجه بلدي، ما بنجيبش حاجه مستورد. تعالى بس اوريك حاجه. تعال تعالى. ده لو تفتكروا ده ياسين اللي انت صورته معاه في العبور. لا مش هو، مش هو السندوتشات اللي في العبور الصبح. لا كنتش انت، كنت اصغر من كده بكتير. بسم الله ما شاء الله. ده هو بجد؟ هو والله. قريبك برضه؟ ابن اختي. بجد والله؟ اللي عندي، وده مالك اصغر شيف عندنا. الله هو اكبر. الله على فكره عاجبني الروح. يا رجال مازن ما شاء الله، الله اكبر. عمر ابن اختي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. معاذ ومصعب. ده معاذ. ازيك يا مستر معاذ؟ عامل ايه يا شيفنا؟ اخبارك؟ ما شاء الله الله يخليك. واقف على الشوايه شيف ابو ما شاء الله. هنروح له دلوقتي على الشوايه بقى ونشوف وفي لسه؟ في عمر. يا عمر اعمل باي باي. ده برضه الصغنن. حبيبي بس عمر، ازي حضرتك؟ حبيبي يا باشا والله، يعني الروح جميله، ربنا يكرمكم ويوسع عليكم. بس الواد ده مجنني، انت متاكد ان هو؟ والله هو بس هو. انت؟ لا استنى، انا هروح اجيب الفيديو وهتفرج عليه واتاكد. ما شاء الله، لا ده كان مكسر الدنيا، كان عامل فيديو معايا مكسر الدنيا. على وضعك يا معلم. تعالوا بقى يا جدعان نبص على المنيو. الناس دي بتعمل ايه بقى؟ انت بتعمل سندوتشات فرايد تشيكن وبرجر. وبرجر 65 ده الكلاسيك يعتبر. 60 ده 60 جنيه. انا افتكرتها 65، قريت لك 5 بالانجليزي
60 جنيه ده بمعاه بطاطس. الاسعار طبعا يا جماعه كويسه قوي يعني مقارنه بالاسعار احنا فيها، تعتبر اسعار لطيفه جدا يعني. كمان برضو في اوفر لمتابعين صفحه شوحها. لا انت هتقول الاوفر بدري كده، قول. اه الاوفر بس كلمه السر شوحها. شوحها اي 2 سندوتش عليهم 1 هديه. اي 2 سندوتش عليهم 1 هديه. اي 2 سندوتش عليهم 1 هديه بجد والله. ده الكاتب شوحها بس. ده لغايه امتى بقى؟ هنبداه ان شاء الله لغايه يوم، لغايه يوم 18/5. لغايه يوم 18/5. ربنا يوسع رزقك يا رب ان شاء الله. يا جدعان انا اهو اوفر اهو، اي سندوتشين عليهم السندوتش الثالث هديه، رغم ان الاسعار اصلا كويسه بمناسبه ان الناس لسه يعني بتفتح وبتعمل لنفسها سمعه وحاجتهم يعني ان شاء الله تبقى لطيفه والناس بتتكلم على الاكل كلام كويس. هم عندهم سندوتشات فرايد تشيكن زي ما انتم شايفين الاسعار، وعندهم هوت دوج، وعندهم حواوشي، وعندهم سندوتشات بقى البرجر بقى ايه المحشيه جبنه واللي مش محشيه جبنه باشكالها كلها زي ما انتم شايفين. يعني اغلى حاجه عندهم ال 110 ده الدبل. البرجر الواحده كام جرام مثلا يا باشا؟ البرجر يا عم 220 جرام الواحده. 220 جرام ما شاء الله. ده بالنسبه للي هو المحشي الكلاسيك. الكلاسيك عامله 200 جرام. 200 جرام ما شاء الله. وفي عندهم بقى طبعا الوافل في الحلويات برضو كمان موجوده عشان اللي عايز يحلي بعد ما يخلص. وفي بقى البطاطس والحاجات دي. تعالوا نشوف الناحيه الثانيه. عمو سيد ديليشس برجر، خدمه التوصيل العنوان تحت كوبري سرايا القبه بجوار محطه المترو 011-489-33-677 وموجودين على طلبات. والبيج بتاعتهم برجر عمو سيد وبرجر عمو سيد على الانستجرام بس عمو بالثلاثه. وفي رقم تليفون ثاني 015-520-650-41. ده ايه بقى الحوار ده؟ برميل ده؟ ده برميل. العب العب الشوايه عاملنا جوه البرميل. الريحه يا جدعان فخفخينا فخفخينا بس هو الدخان بقى من يعني ايه مش عارف اصور البرجر من الدخان. انتوا اللي بتعملوه. انت بتعمل ايه هنا يعني؟ انت شيف يعني؟ بتعمل ايه يعني؟ شاطر يعني؟ بتعمل ايه يعني؟ بقف على الجريل. انا شايف خيالانك كلهم هم اللي شغالين وانت على الله حكايتك. اه انت انت اللي بتنظر هنا على الناس. على وضعك اقسم بالله. عاش. اجي اصور معاك تاني بقى وانت مقعدهم كلهم في البيت وانت قاعد هنا شايلها لوحدك. يا عمنا انت منين يا نجم؟ منين من السودان؟ ما انا عارف انك من السودان. من الخرطوم؟ اجدع ناس يا عم. الدنيا هتفك ان شاء الله كده، ربنا يفك الغمه في السودان ونطلع انا وانت على شارع النيل سوا. قول ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حبيبي دي جبنه بالحواوشي. ها؟ ميكس ميكس. الله عليك الله عليك يا فنان. بتعمل بقى على الجريل ولا على الشواه؟ بنعملها على الشواية. بس احنا بنعملها على الشواية. على الشواية. اه عشان الفحم. حواوشي يا جدعان نزل على الفحم بقى. اديني وانا ضايع. لقمة جميلة. ان شاء الله الطعم يبقى اجمل. الحواوشي بقى هنا غريب يعني، بعد ما خلصوا الحواوشي قاموا حاطين على حواوشي صوصات. ده بيتهيألي رانش او مايونيز مش عارف وكاتشب او باربيكيو. باربيكيو وده ايه رانش ولا مايونيز ده؟ صوص تيستي وصوص شيدر وباربيكيو. هيعملوا طعم حلو. سندوتشات طبعا وكميه البطاطس والحاجات اللطيفه طبعا مستخدمين رغم ان الاسعار كويسه. والاوفر اللي عاملينه الناس مستخدمه لقمه ريتش بيك برضو المحترمه الكويسه يعني. فيلا بينا بقى ندوق يا باشا. عظمه دي والله العظيم. حبيبي يا كبير. حبيبي يا باشا. رب لك يا رب. يلا بينا. طبعا بقى بما ان احنا في مكان بتاع برجر اول حاجه هنجربها البرجر. تعالوا بقى ايه عشان هو اللي هيدينا ده البرجر اللي هو طبعا عملوا لي البرجر اللي هو اللي بتاع المكان. هم الناس جايبين جلافزات والحاجات دي بس انتوا عارفين انا ما بعتمدش الاشياء دي. انا ايه اوسخ ايدي وبعد كده بقى اتصرف. اه لو اعرف ان الموضوع هيبقى لبوصه كده ما كنتش خليتهم يعملوا لي السندوتش ده وكانوا عملوا لي الكلاسيك العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتلوثت جامد. جبنه جوه يا جماعه من الصوص. جبنه محطوطه جبنه جبنه. شكلي وحش وانا بتكلم وثانيه بيودعني كلهم. الدنيا بايظه انا عادي. ثانيه واحده كنت لازم البس الجلافز بصراحه. طبعا البرجر يا جماعه طعمه حلو جدا. المكونات لطيفه. ما اعرفش انا مسحت بقى هل كله اتمسح ولا لا مسح. بس انتوا مش احنا مش غرب عن بعضينا وانتوا عارفين ان ياما شفتوا بلاوي معايا. الموتزاريلا انا محطوطه طبعا. الساندوتش طالع سخن ودي حاجه لطيفه جدا. طعم اللحمه حلو معمول على الفحم. مش هنقول انه في حاجه مختلفه بس هو ساندوتش برجر حلو. النظام بتاع ساندوتشات البرجر واللي الناس بتحبها الجديده اللي بقت موجوده في كل مكان هم عاملين حاجه لطيفه والمكان نفسه اجواءه لطيفه جدا والقعده حلوه. تعالوا بقى نشوف بقى ايه ساندوتش للتشيكن. احنا هنعمل حاجه بقى سهله عشان نفضي علينا شويه عشان ما نبهدلش الدنيا. ده سعره كام الساندوتش بقى بتاع البرجر اللي هو اللي عليه الحاجات دي كلها؟ 80 جنيه. ده 80 جنيه وده 80 جنيه. 80 برضه. ده اللي باسم المكان. ده اللي اسمه هانجري مان. هانجري مان ده أوه. اللي هو يعتبر اعلى حاجه في الـ في الـ في, الـ في الحشو اللي على الساندوتش. اه الساندوتش السنجل.
طبعا انا عايز اقول لكم فراخ مظلومه وهي محطوطه جوه الساندوتش لان في قرمشه انا حسيت بيها فانتوا ما حسيتوش بيها، فاحنا ممكن نحاول ايه نجيب لكم حته قرمشه كده. طبعا حته الفرخه كبيره جدا جوه الساندوتش ومغطياه. بسم الله ده حلو جدا برضو على فكره، ما بحبش الفراخ بس ده ساندوتش حلو. تعالوا بقى يا جدعان نجرب الحواوشي. حشو مليان. بسم الله الرحمن الرحيم. حواوشي حلو ومهرمش والصوص بتاعه حلو ومعمول على الفحم وطعمه جميل، بس انا مش عاجبني قوي موضوع الصوص او مش متعود على الصوصات اللي محطوطه على الوش، بس هي مديها طعم حلو يعني عارفين كانكم بتاكلوا حواوشي وبتغمسوا في حاجه، بس انا بالنسبه لي الحواوشي لازم يتاكل ساده. حواوشي بس هو طعمه جامد جدا. تعالوا كلوا عند عمو سيد وما تنسوش كلمه السر تقولوا شوحها لغايه يوم 18/5. اي ساندوتشين هتاخدوه ما تاخدوا الساندوتش التالت عليهم فري. المكان كويس، المكان حلو، والناس هنا كلها بصراحه محترمين وحاجه تفرح بصراحه. تعالوا وهتدعوا لي اكيد. احلى مسا عليكم، تصبحوا على خير.